السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعينا الكرام. فيديو جديد المرة مع صفحة 144، مرجع معنا اللغة العربية خاص بالمستوى السادس ابتدائي. ودرس اليوم هو إعراب جمع المؤنث السالم من مكون التراكيب. إذن نبدأ على بركة الله. السؤال الأول من صفحة 144 خاص بجمع إعراب جمع المؤنث السالم. السؤال الأول: أعين جمع المؤنث السالم في الجملة الآتية وأذكر مفرده وموقعه الإعرابي وعلامات إعرابه. يعني عندي مجموعة من الأمور خصني نبحث عليها في كل جملة. جمع المؤنث السالم حتى الكلمة، المفرد ديالها، الموقع الإعرابي والعلامة. سنبدأ أول شيء بتحديد الكلمات. في الجملة الأولى: إن العاملات المجدات مبدعات. إن العاملات المجدات مبدعات. إن العاملات المجدات ومبدعات ايضا. باش كنعرفوا بان جمع مؤنث سالم واش هاد الكلمه من جمع مؤنث سالم او لا، نحاول هي كيسالي بالالف والتاء، الف ممدوده ومن بعد التاء مصوته. نجرب نحيد هذيك التاء والالف ونشوف واش نلقى كلمه مفرد. اذا يعني حيدنا التاء والالف يكون عامل، اذا صحيحه. هنا الالف والتاء تبقى لي مجد، هنا مبدع، اذا هادو كلمات اللي هي جمع مؤنث سالم. الجمله الثانيه: التلميذات والمجتهدات يحصلن على اعلى المعدلات. ان الاولى التلميذات، المجتهدات والمعدلات. لأننا يعني تلميذ مجتهد معدل، إذا هنا كنحصلو على المفرد. الجملة الأخيرة: تعيش الحيوانات المفترسة في الغابات. إذا تعيش الحيوانات المفترسة في الغابات. هنا بالنسبة تكلمنا على نحيد الألف والتاء. بعض الأحيان يقدر تكون الكلمة مؤنث، يعني كنضيفو التاء مربوطة بعد من الحرف الأخير. لأن الغابات لحين التاء والألف خاصنا الغابات، لأن يعني ضروري نضيفو التاء مربوطة. حتى هنا المجتهدات، التلميذات، العاملات، المجدات، مبدعات. يعني بخلاف المعدلات، هنا معدل فمفرد يكون مذكر. أنا غنوضعو هاد الكلمات كاملة في الجدول باش نحاولو نبحثو على المفرد والموقع الإعرابي وعلامات الإعراب. إذا المفرد ديال هاد الكلمات: مفرد العاملات، العاملات، المجتهدات، المجتهدة، مبدعات، المبدعات، التلميذات، التلميذات، المجتهدات، المجتهدات، المعدلات، المعدل. إذا هنا ما كاينش تاء مربوطة. الحيوانات، الحيوان، والغابات، الغابات. الآن موقع الإعرابي ديال كل كلمة. بالنسبة للعاملات جات بعد إن، إذا إن كنعرفو شنو هي، هي ناسخ حرفي كتبع العاملات، إذا هي اسم إن. المجتهدات تابعة العاملات هي نعت، ومبدعات هي خبر إن، لأن إن تنصب الأول هو يسمى اسمها وترفع ثاني يسمى خبر، إذا هذا خبر إن وبطبيعة الحال هو مرفوع. هنا غنتكلم بعد العلامات الإعراب. هنا التلميذات، التلميذات هي الأولى في الجملة، إذا مبتدأ. التلميذات المجتهدات، المجتهدات نعت ديال التلميذات. بالنسبة للمعدلات يحصلن على أعلى المعدلات، معدلات مضاف إليه. هنا بالنسبة للحيوانات تعيش، الحيوانات تعيش فعل، الحيوانات فاعل. المفترسة في الغابات، في الغابات، الغابات أو الغابات، الغابات عفوا الغابات اسم مجرور لأن قبل منا حرف جر. الآن العلامة الإعراب ديال كل كلمة: اسم إن منصوب بالكسرة النائبة على الفتحة، لأن عندي العاملات وهي خصها تكون منصوبة، النصب حنا كنعرفو بالفتحة. هنا جمع مؤنث سالم كاين يا اما كسره يا اما ضمه، ما كاينش فتحه. اذا الا كان منصوب يكون منصوب ولكن بالكسره النائبه عن الفتحه. النعت غيتبع المنعوت ديالو، اذا المجدات حتى هي تشبه العاملات منصوبه بالكسره النائبه عن الفتحه. بالنسبه للمبدعات مرفوع بالضمه، اذا الضمه راه واضحه هنا. بالنسبه للمبتدا تلميذات مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره. المجتهدات نعت تابع للتلميذات ايضا مرفوع بالضمه الظاهره. هنا المعدلات مضاف إليه، مضاف إليه يكون مجرور بالكسرة، هنا عندنا كسرة واضحة كاينة كسرة. الحيوانات هما هو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. في الغابات، الغابات اسم مجرور بالكسرة، والكسرة راها ظاهرة أيضا. إذا الحالة الوحيدة اللي كتكون ما واضحاش هي النصب، النصب تيكون بكسرة ولكن نائبة عن الفتحة، لأن النصب تيكون فتحة اللي كنعرفو حنا، ولكن في هاد الحالة فالنصب يكون بالكسرة النائبة عن الفتحة في هاد الحالة ديال العاملات المجدات. نمرو للسؤال الثاني: اختار كلمة من المجموعة الأولى وأخرى من المجموعة الثانية ليكون منها جملة مفيدة. عندي المجموعة الأولى: الطبيبات، المساعدات، المديرات، والمربيات. هنا مثابرات، حنونات، مهضومات، مخلصات. نقدر نختارو يعني جوج مثلا: الطبيبات، مخلصات مثلا،
أيضا المربيات مثلا حنونات، يعني المربيات حنونات، أو الطبيبات مخلصات. إذن هذا كان السؤال الثاني، طلب مني فقط هما كلمة واحدة من كل مجموعة. هنا أملأ كل فراغ ما يأتي به جمع مؤنث سالم مناسب وأضبطه بالشكل. هنا منحت المديرة المتفوقات الجوائز، لأن منحت المديرة التلميذات. لماذا التلميذات؟ هي هنا في الحالة منصوبة بالكسرة النائبة الفتحة، لأن منحت هنا منح فعل، المديرة فاعل، تلميذات مفعول بهما الذي هن اللواتي منحن الجوائز. هنا تتطور البلاد بالعاملات المجدات، بالعاملات المجدات. مجدات هنا مجرورة بالكسرة لأنها نعت للعاملات، العاملات اسم مجرور لأن سبقه حرف جر، لأن هذه نعت ومجرور بالكسرة لأنه تابع لمنعوته. أن يسعى المغرب إلى تطوير المتجددات، إذا الطاقات المتجددة، يسعى المغرب إلى تطوير الطاقات المتجددة، إلى تطوير. هنا تطوير الطاقات جات مضاف إليه مجرور بالكسرة. نمر للسؤال رقم 4، أجمع ما في الجمل الآتية من أسماء مفردة مؤنثة جمع مؤنث سالم وأضبطها بالشكل. المتعلمة سلاح الأمة في محاربة الجهل والتخلف. نطلب مني الاسم أو الأسماء المفردة المؤنثة نرجعها جمع مؤنث سالم. المتعلمات وجمع المتعلمات، المتعلمات. المتعلمات سلاح الأمة في محاربة الجهل والتخلف. لماذا اخترنا فقط المتعلمة؟ لأن عندنا الأمة، الأمة راها مفرد مؤنث، ولكن الجمع ديالها ما تيكون جمع مؤنث سالم، تيكون الأمم. إذا ما غاديش نديرو هنا، طلبوا منا فقط الجمع مؤنث سالم الأول غنتكلمو عليه، ما نديروش جميع الكلمات، فقط الكلمات اللي غنبغي نجمعها تعطيني جمع مؤنث سالم هي المتعلمات، وعطاتني المتعلمات جات مرفوعة لأنها مبتدأ. جملة ثانية، إن المدرسة رحيمة بالمتعلمات. هنا إن المدرسات رحيمات بالمتعلمات، هنا الكلمات كاملين تغيروا. إن المدرسات رحيمات بالمتعلمات، هنا اسم إن، خبر إن مرفوع، هنا جار ومجرور، هنا اسم مجرور المتعلمات. الجملة الأخيرة، ترضع الوالدة البنت، ترضع الوالدة البنت. أخيرا ترضع الوالدة، الوالدة البنت، ترضع الوالدات البنات. هنا اللي جمع مؤنث سالم هو الوالدة، لأن البنات ليست جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأن البنات في حالة اللي حدنا ليها التاء والألف كتبقى لنا غير الباء والنون. البنا ممكنش عندنا كلمة فيها البنا، مثلا بحال مثلا اللي خدينا مثال مثلا المتعلمات اللي حيدنا التاء والألف تبقى لنا المتعلم أو متعلمة. مدرسات اللي حيدنا لها التاء والألف تبقى مدرس أو مدرسة. رحيمات اللي حيدنا لها التاء والألف تبقى رحيم أو رحيمة. ولكن البنات ما فيهاش هاد القاعدة دي، إذا هي ما كتدخلش في جمع مؤنث سالم. هنا غيرنا لأن باش تمشي مع الجملة. إذا الجمع مؤنث سالم هي الوالدات، ترضع الوالدات والبنات. شوف السؤال رقم 5، أجمع الأسماء الآتية جمع مؤنث سالم ثم أركب كل واحدة منها في جملة مفيدة. عندنا المتطوعات جمعها هو المتطوعات، المتسابقات جمعها المتسابقات، والمغربيات جمعها المغربيات. غنحاول نركب كل واحدة في جملة. قامت المتطوعات بتنظيف المسجد، قامت المتطوعات بتنظيف المسجد، وضفنا كلمة المتطوعات. جملة ثانية، إن المتسابقات مستعدات للانطلاق، إن المتسابقات مستعدات للانطلاق. عندنا المتسابقات جات اسم إن. المغربيات، المغربيات متميزات في إعداد الكسكس، المغربيات متميزات في إعداد الكسكس. هنا وضفنا كلمة المغربية جاءت مبتدأ مرفوع. سؤال آخر، أركب جملتين مفيدتين، الأولى تضمن جمع مؤنث سالم والثانية تضمن جمع مؤنث سالم واسم آلة. يعني الأولى فيها جمع مؤنث سالم، الطاقة الشمسية من الطاقات المتجددة، الطاقات جمع مؤنث سالم، الطاقة الشمسية من الطاقات المتجددة. جملة ثانية، خصني جمع مؤنث سالم ولكن يكون معها اسم آلة. تستعمل الأمهات المكنسة في تنظيف البيت، تستعمل الأمهات المكنسة في تنظيف البيت، الأمهات المكنسة في تنظيف البيت. الأمهات جمع مؤنث سالم للأم،
والمكنسة هو الاسم الأعلى. ونقدر مثلا هنا كاين واحد ملاحظة للأمهات اللي حيدنا التاء والألف، غتبقى أن الأم هو لين الهاء، هاد الهاء راه أصلية لأن كاين اختلاف في الكلمة واش القصد ديالها هي الأم يعني بدون هاء ولا بالهاء، لأن ولكن أغلب المختصين في اللغة العربية قالوا بأن الهاء أصلية. نقدروا نغيروها إذا كان فيها مشكل، يمكن الأمهات راه جمع أن سالم ديال الأم. نقدروا نديروا تستعملوا العاملات والمكنسات في تنظيف مثلا، في تنظيف المكان مثلا المعمل مثلا، أو مثلا تستعمل التلميذات والمكنسات في تنظيف القسم، أو تنظيف تستعمل العاملات والمكنسات في تنظيف المدرسة. يعني كاين مجموعة من لا غير ركزنا باش نوضفوا اسم آلة اللي هو المكنسة، وكاين أسماء آلة أخرى وغناخدو ليها اسم جمع مؤنث سالم غادي يناسبها بطبيعة الحال. وكان هذا هو آخر سؤال في الدرس اليوم. ما تنسوش تابونوا في لاشين، تفعلوا الجرس، جيم لا فيديو، وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.